البداية مع دوري أبطال إفريقيا الأفريكان تشامبيونز ليج، مباراة غاية في الأهمية هتجمع ما بين النادي الأهلي مع الترجي التونسي الساعة 6 مساء على ملعب حماد العقربي في رادس، عشان نتعرف على مع حضراتكم على أجواء اللقاء المنتظر والمرتقب ما بين الشياطين الحمر وأبناء باب سويقة. تعالوا نشوف التقرير اللي جاي. مع اقتراب بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم من محطتها النهائية، تزداد آمال وطموحات عشاق الأهلي وجماهيره للاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي. ففي نصف نهائي البطولة الإفريقية يحل الأهلي ضيفا على الترجي التونسي في ديربي عربي من العيار الثقيل، ويتطلع الأهلي لمواصلة نتائجه المرضية خارج ملعبه في البطولة. ففي لقاءاته الخمسة التي خاضها بعيدا عن قواعده، حقق الفريق الأحمر فوزين وتعادلين وتلقى خسارة واحدة. ويخوض الأهلي المباراة منتشيا بتتويجه بكأس السوبر الإفريقي عقب فوزه بثنائية على نهضة بركان المغربي بالعاصمة القطرية الدوحة الشهر الماضي، وهو ما منحه قوة دفع قوية لمواصلة حملة دفاعه عن لقب دوري الأبطال وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 9 ألقاب. في المقابل يعول الترجي على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء، وذلك بعد موافقة السلطات التونسية على حضور 5000 مشجع للمباراة التي تجرى على ملعب حماد العقرب الأولمبي برادس. وتعد مواجهة الترجي والأهلي بمثابة نهائي مبكر للبطولة، لا سيما وأن الفريقين سبق أن التقيا في الدور النهائي بنسختي المسابقة عامي 2012 و2018، حيث حسم الأهلي نهائي الأول لصالحه قبل أن يفوز فريق باب سويقة بالنهائي الآخر.